يقول السائل: ما الراجح في مسألة التكفير عند نذر المعصية؟ هل يلزمه الكفارة أو لا يلزم؟ ما الراجح في مسألة الكفارة في نذر المعصية؟ هل يكفر أو لا؟ نعم، ورد في حديث: وكفارته كفارة يمين، لا وفاء لنذر في معصية الله. وروى الطحاوي: وكفارته كفارة يمين. على هذه الرواية نعم، هذا أحوط بلا شك، أحوط. نعم.